محاولات قطر لاسترضاء سيد البيت الأبيض لا تتوقف، فبعد فضائحها للتأثير على ترامب عبر التودد للمقربين إليه بصفقات مشبوهة ورصدها مليار و8 مليون دولار لتطوير قاعدة العديد، كشف موقع كونزرفاتيف ريفيو الأمريكي المتخصص في بيانات المرشحين لمناصب فيدرالية عن مخطط قطري خبيث لكسب مقربين جدد. رغم أزمتها الاقتصادية، دشنت قطر مشروع سريا بزعم إنتاج طائرات للمراقبة والتجسس، واختارت ولاية كارولاينا الجنوبية كوجهة لاستثماراتها المشبوهة والتي تعد مقرا للسياسيين من عملاء تميم، حيث تمت صفقات غسل سمعة الدوحة الموصومة بدعم الإرهاب. قطر تأمن عقاب أمريكا بإهدار أموال شعبها.